أعلنت وزارة المالية السعودية رفضها للقرار الذي اتخذته وكالة ستاندرد أند بورز بخفض التصنيف الائتماني للمملكة إلى أي موجب مع نظرة مستقبلية سلبية. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن التقييم هو عبارة عن ردة فعل متسرعة ولا تسندها الوقائع، حيث استندت الوكالة في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة، كما وشككت الوزارة بالمنهجية التي تبعتها الوكالة.